بتحب تتأخر، ما انت عارف بقى الستات ودلعها بقى. هجيب اي محامي من بره. ماذا انا عديله جت اهي. عديله يا عديله، اتاخرت ليه؟ مواصلات، ما انت عارف يا بخيت المواصلات. جبت معاك محامي؟ انا افتكرتك انت اتصرفت. ايه مالك عديله؟ انا اتبهدلت قوي من غيرك يا بخيت. طب بس ما تعطيش حبيبتي، ما تسيبنيش تاني يا بخيت. مش هسيبك، عمري ما هسيبك. يعني بتحبني بجد؟ الا بحبك. ده انا بموت فيك عادي. انا كمان بموت فيك. الله الله يا استاذ، يا استاذ. ايه مش مكفيكم البحر والرمله جايين تكملوا هنا؟ سيادة القاضي، نحن أبرياء من هذه التهمة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إن هذه الفتاة خطيبتي. أيوة بس أنا مش شايف دبل في إيديكم. ما هو باعتبار ما سيكون. سيادة الرئيس، حضرات المستشارين، نحن نطالب البراءة ولا شيء غير براءة. انظروا معي وحكموا ضمائركم إلى هذه الفتاة. انظروا معي إلى هذا الوجه الملائكي البريء. هل يمكن لهذا الوجه الملائكي أن يرتكب مثل هذه الفعل النكراء؟ انظروا. ملك صندوق، شوف يا جدع، انت أنا هأجل لكم القضية لحد ما تلاقوا محامي يترافع عنكم. رفع الجهاز. اتصور واصرخ واخربش واعد فيه لغايه ما سابني. انا اتبهدلت قوي يا بخيت. انا هروح اقتله. لا لا يا بخيت، احنا مش قدهم. طيب الظاهر ما فيش فايده، عمرنا ما هنتجوز ابدا. ان شاء الله هنلاقي حل. ازاي بس دي مقفله من كل ناحيه؟ ضروري هنلاقي حل. بأي شكل هنلاقي لها حل؟ بخيت بخيت، احنا مش ناقصين قضية أدب تانية. بخيت انت هتعمل ايه؟ باين عليها من اللي بتقفله من السنة للسنة. افرض حد شافنا، يعني قال له جوه مش هنبقى في الطريق العام. دي ليك. ايه دي؟
مش عارف، انما الزهر عليها ساعة كده. ساعة؟ عيالك عاملين ايه؟ كويسين. كويسين؟ خد ربع جنيه اهو، هات لهم لحمة وشوية فاكهة وشوية حاجات كده، نغنيشهم يعني. عباس بيه ما بيجيش هنا غير يوم الاثنين، وبيمشي بدري اكمنه متجوز، وانا هنا بقى في حراسة على طول. انت خدمت فين قبل اسكندرية؟ طنطا. طنطا. طيب خلي بالك. ها؟ هخلي بالي. من هناك اخيرا اتحلت ازمه السكن يا عديله. يا سلام. يعني عقبال الظروف ما تتعدل. الظروف عمرها ما هتتعدل لوحدها يا بخيت. الناس هي اللي بتسكت على حقوقها. صح. الناس هم اللي لازم يغيروا ظروفهم. طبعا. تعرف لو انتخبنا مرشحين عادلين كانوا ممكن دفعوا عننا وعن حقوقنا. العيب فينا بخيت، احنا اللي بنتساهل في حقوقنا وبعدين نرجع نشتكي ونعيط. نعيط. بخيت، انت امتى اخر مره رحت انتخبت؟ امتى اخر مره رحت انتخبت؟ مالك يا بت؟ تعيانه ولا ايه؟ انتخابات ايه؟ مالي ازاي؟ مالنا ازاي؟ انت مش قادر تفهم ان ازمتنا دي جزء من مشكله المجتمع ككل. طب هي وصلت للمجتمع؟ دي ليله منيله بستين نيله. ايوه، مجتمع بايظ محتاج لاصلاح على قد ايه الناس عندها وعي سياسي وحس بمشاكل الناس. مالك يا بت؟ احنا مالنا احنا مال السياسه؟ انت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. مين؟ سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. انا ما عنديش شاشه في طنشه كده بتهنشن؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني سلبي وجاهل، وانا خلاص من بعد النهارده اللي هبقى سلبيه ولا جهل. ايه هتعمل ايه يعني؟ هرشح نفسي في مجلس الشعب. مجلس الشعبي؟ مجلس الشعبي ايه؟ تضحك على ايه؟ يعني هم اللي بيرشحوا نفسهم دول احسن مني في ايه؟ هم رجاله، لكن انت ست هتتبهدلي. قول بقى انك غيران مني. وهغير منك ليه؟ انت هتسقطي بالثلث. انا انجح واكسب مليون راجل زيك وهتشوف. بقول لك ايه؟ ما بلاش ترشح نفسك في مجلس الشعب، انت رشح نفسك في مورستان احسن. كده؟ طيب يا بخيت. هي ليله منيله بستين نيله. اللي انا مش قادر افهمه، ليه واحد زي رسمي بيه يرشح نفسه في الانتخابات؟ يا ابني يا رفيقي، عدوية المجلس لها مزايا كتير، سلطة، عزوة، حصانة، ده غير بقى العربيات والكباين اللي على البحر والشقق واللي واللي واللي. شقق؟ نفسي مرة واحدة حد مننا يمثلنا بجد. وهي شروط الترشيح؟ أبدا، إنك تكون من أب مصري، سنك ما يقلش عن 30 سنة، وبتعرف تقرأ وتكتب، ده غير مبلغ التأمين 200 جنيه بس. شقة ب 200 جنيه. بتقول ايه؟ الله يسهل. كويس قوي ان احنا جينا الاول، كده ضمننا رمز الجمال. مبروك يا بخيت. الله يبارك فيك، وده مين المهم ده؟ ده الحاج فتح الله المحامي. وده بقى واصل عبد الحميد مرشح الحزب. ده بانه واصل قوي. ده فئات، مالناش دعوه بيه. انت بتعمل ايه هنا؟ انت رشحت نفسك؟ ايوه رشحت نفسي. عشان اثبت لك ان انا لا سلبي ولا جاهل، وان انا عندي فنش انا اقدر اكسب انتخابات عنك. يعني ده بعيد عن شنبك. احنا هنكسبها باذن الله. هي اللي لسه نازله. ايه في ايه؟ واحنا عمال يعني ملوش تنافس. الاخ خميس رفيق كادر قديم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نمره 33 و34. اوعى اوعى. انت جردل وانت كنكه. انا كنكه؟ لا طبعا انا مش كنكه. ويعني انا اللي جردل؟ الاستاذ مش جردل. وبعدين انا جاي هنا من الاول، ومن حقي بقى رمز الجمل. والله ده اللي عندنا، عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم روح اشتكوا لمستشار وزاره العدل، وبرضه هتفضل جردل وهي كنكه. وتفضلوا مع السلامه، ورانا اشغال تانية. اللي بعده. نمره 35 و36. ايها الاخوه العمال، لا تنسوا اخوكم الجردل، فانتم من الجردل والجردل منكم. إخواني وأصدقائي، لا تنسوا بخيت حنيدق المهيتل.
شد حيلك. الله يقويك. ربنا يقويك. واحد اسمه رسمي بيه وراكب عربيه مرسيدس ومرشح نفسه عمال. طب ازاي اخواني حبايبي اصدقائي العمال، لا تعطوا اصواتكم الا لعامل مثلكم.